معاكم شريان جنينة، متخصصة التربية الإيجابية وتعديل سلوك. النهاردة كنت في حكاية صحة، إيفنت منظم وجميل وبيهتم جدا بكل ما يخص الأم والطفل. محاضرات كانت مفيدة جدا. النهاردة محاضرتي كانت عن الصحة النفسية للطفل، إزاي أنا ابني ان انا اقدر اخليه ان هو ما يتعرضش لاي امراض نفسيه لما يكبر، حتى لو يتعرض لصدمات وحتى لو هو اصلا عنده استعداد في جيناته للامراض النفسيه، انا ازاي اتعامل معاه وازاي ان انا اربيه تربيه نفسيه سليمه وسويه عشان لما يكبر ما يتعرضش لاي امراض نفسيه. بس